نشرة نبدأها من العراق والزيارة التي قام بها وزير الخارجية والمغتربين إلى بغداد، حيث بحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق وزيادة التنسيق في هذه المرحلة. والمعلم يشدد على أنه لا يوجد قوة في الدنيا تستطيع أن تقرر نيابة عن الشعب السوري مستقبل بلده، ويبلغ الجانب العراقي قرار سوريا إعفاء المجموعات السياحية العراقية من رسم تأشيرة الدخول إلى سوريا اعتبارا من مطلع الشهر القادم. المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا التفصيلية والجهود الدولية والدبلوماسية للتحضير لعقد مؤتمر دولي حول الأزمة في سوريا وتطوير العلاقات الثنائية، بحثها وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين مع نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي في بغداد. المعلم وبعد محادثاته مع نظيره العراقي هوشيار زيباري أكد في مؤتمر صحفي مشترك أن سوريا تعتقد ومنذ بدء الأزمة فيها أن الحوار بين أطياف الشعب السوري هو الحل لهذه الأزمة. لا أحد ولا قوة في الدنيا تستطيع أن تقرر نيابة عن الشعب السوري مستقبل سوريا. الشعب السوري وحده هو صاحب الحق في ذلك. لقد قمت بإبلاغ دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الخارجية قرار سوريا من حيث المبدأ بالمشاركة بوفد رسمي في المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف خلال شهر حزيران. وأوضح المعلم أن الزيارة إلى العراق هي أيضا للتعبير عن تضامن الشعب السوري وقيادة سوريا مع الشعب العراقي وقيادته إزاء ما يواجهه من عمليات إرهابية تطال حياة المدنيين العراقيين. وعرب المعلم عن ارتياح سوريا للخطوات التي يقوم بها الجيش العراقي في مكافحة تنظيم القاعدة الإرهابي، مشددا على أن العراق لا يمكن أن يكون في محور أعداء سوريا. قيادة سوريا مع الشعب العراقي وقيادته إزاء ما يواجهه من عمليات إرهابية تطال حياة المدنيين العراقيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم مواطنو هذا البلد الشقيق. جئنا للتأكيد على أن ما يجري في سوريا والدول الإقليمية التي تتآمر عليها هي ذاتها من يدعم الإرهاب في العراق. نحن مرتاحون للخطوات التي يقوم بها الجيش العراقي في مكافحة أفراد تنظيم القاعدة. هذا الموضوع هو موضوع سوري عراقي، لأن هؤلاء الموجودون في سوريا هم امتداداتهم في العراق والعكس صحيح. نتمنى نجاح هذه العمليات لأنها تضمن أمن الشعب العراقي كما تساهم في مكافحة الإرهاب. وأوضح المعلم أنه أبلغ الجانب العراقي قرار سوريا بإعفاء المجموعات السياحية العراقية من رسم تأشيرة الدخول إلى سوريا اعتبارا من مطلع الشهر القادم، وترحيبها بالسياح العراقيين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم بعد أن يأتوا عبر المكاتب السياحية المعتمدة. وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد أن العنف لن يحل المشكلة في سوريا، ولا بد من تبني حلول سياسية يتفق عليها السوريون بأنفسهم دون إملاء أو فرض إرادة أو وصاية على الشعب السوري. مواقفنا في المحافل الدولية والعربية كنا من المنادين والمطالبين بأن العنف سوف لن يحل هذه المشكلة إطلاقا، ولا بد من تبني حلول سياسية يتفق عليها أولا وأساسا السوريون بأنفسهم.
زيبار اعتبر أن الأزمة في سوريا لم تعد سورية بحتة، فكل دول جوار سوريا بدأت تتأثر بتداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة المنطقة ككل. وشدد زيباري على أن التواصل مستمر بين سوريا والعراق من أجل خير الشعبين وأمن وسلامة البلدين والتشاور والتداول لمواجهة أي مخاطر محتملة.